لسه كلامنا مستمر مع حضراتكم مع الدكتور احمد بهيدين رئيس الهيئه العامه للكتاب، واحنا بنتكلم عن معرض الكتاب في نسخته 54. الحقيقه انه من 2006 والهيئه اتبعت تقليد جديد بانه يكون في شخصيه العام، يكون في رائد لادب الطفل. كنا بنتكلم كمان قبل الفاصل عن اختيار شخصيه هذا العام الشاعر الكبير صلاح جاهين. الحقيقه انه هو اسلوب زي ما بيقولوا عليه فيلسوف البسطاء، دايما اسلوبه كده بيمزج ما بين البساطه والفلسفه والعمق، لكن عايزين نعرف ايه اللي هيقدمه المعرض لشخصيه صلاح جاهين هذا العام. زي كل سنه شخصيه المعرض بيبقى عندها مجموعه من الفعاليات الخاصه بيها. بيتم مناقشه اعمالها، بيتم مناقشه الافكار اللي هي عملتها كل سنه. الكلام كمان عن صلاح جاهين كان كلام ثري شويه. لان حضرتك قلت هو مش شخصيه متعدده المواهب. هنتكلم عن الشعر بتاع صلاح جاهين كشاعر، كفنان، كصحفي، لان كمان هو كان واحد من الصحفيين البارزين في بلاط صاحبه الجلاله مجال الصحافه، فنان، رسام، كاريكاتير. بالتالي واضح يعني ان لابد ان يتم تقديم صلاح جاهين للناس بكل جوانبه المتعدده في الفعاليات دي. كمان كامل كيلاني، كامل كيلاني واحد من رواد ادب الطفل اللي موجودين، وهو كان استثمر واستلهم كل الثقافه الانسانيه القديمه من اجل ان هو يقدم قصص للاطفال جديده، سواء كانت بقى الثقافة المصرية أو الثقافة الأجنبية أو حتى الثقافة العربية كلها، وقدمها في قالب بسيط جدا في وده تعبير عن ريادة الكتابة إلى الطفل. عايز أقول لحضرتك أن يعني استثمار شخصيتين، واحدة للطفل وواحدة لشخصية المعرض، هو مش بس ازدواجية، ده تعبير عن الثراء المصري. احنا عندنا لستة كبيرة جدا من الأسماء والمبدعين اللي إن شاء الله لو قعدنا ده يخلي فيه صعوبة في اختيار شخصية العام. ده حقيقي، كل سنة بيحصل نقاشات كتيرة جدا عشان نقدر نختار شخصية. تمام. ونفس الصعوبة بنواجهها في اختيار ضيف الشرف اللي بيبقى موجود؟ يعني إلى حد كبير، لكن كمان انضم إلينا السنة دي الأردن، وده تم الإعلان عنه في الدورة الماضية. بقى في تقليد جديد في المعرض إن احنا بنعلن عن ضيف الشرف في نهاية الدورة الحالية. إن شاء الله هنعلن عن ضيف الشرف اللي جاي في نهايه الدوره دي، تم الاستقرار عليه وخليها مفاجاه ان شاء الله. ما فيش مشكله. تمام. طيب عظيم جدا. الهيئه زي ما هي منظم زي ما هي عارض كمان في نفس الوقت، ويمكن كتب في متناول اليد ان شاء الله، مش كده برضو ولا ايه يا دكتور؟ ان شاء الله. طيب ففكره ان احنا نبقى منظمين وبرضو عندنا جناح عارض بنقدم اسعار تنافسيه بندعم بيها القراءه وبندعم بيها الكتب وبندعم بيها برضو اصوات ممكن تكون الناشرين مش راضيين ينشروا لهم لانهم لسه ما عندهمش الفرصه انهم ينشروا. بالفعل الهيئه هي دار النشر الوطنيه الكبرى، وكمان هي داعمه لفكره صناعه الكاتب. يعني احنا لما بندعم الكاتب الجديد او المبدع الجديد زي ما بندعم ايضا الكاتب الكبير او غيره. فكره تصنيف كبير او ناشئ هي تصنيف طبعا نوعي او نسبي، لكن في النهايه هي متاحه للجميع وبتقدم معرفه انسانيه، معرفه وطنيه، معرفه فكريه، سواء في الكتب المؤلفه او الكتب المترجمه من اللغات الاخرى. تمام. وباسعار تنافسيه بالفعل حتى هذه اللحظه. السنة دي هيكون معانا مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة، ولكن هي مبادرة تشمل كل أنواع الثقافة والفن، اسمها مبادرة الثقافة والفن للجميع، من بينها الكتب اللي هيبقى فيه أجنحة مخفضة، كتب بيصل ثمنها لا يتعدى 20 جنيه، ومش كلها إصدارات قديمة، فيها إصدارات جديدة. كمان الهيئة داخلة بمجموعة من الإصدارات الجديدة بالإضافة لإصداراتها اللي الناس بتحاول تحرص عليها كل سنة. عندنا موسوعات موجودة زي موسوعة سليم حسن الحضارة المصرية القديمة، موسوعة وصف مصر، ودي طبعات فاخرة ليها، وبأسعار الموسوعات دي أسعار مناسبة جدا. بالإضافة إلى السلاسل اللي بتقوم بها الهيئة، السنة دي هيبقى في دواوين موجودة لصلاح جاهين، دواوين شعر موجودة، قصص لكامل الكيلاني، الأعمال الكاملة كمان. بالإضافة للأعمال الكاملة. تمام. وإحنا عندنا مجموعة للأعمال الكاملة لكبار الكتاب والمفكرين اللي موجودين في مصر وفي الوطن العربي، إن شاء الله تكون متاحة ليهم. وعايز اقول ان بيبقى فيه زحمه كل سنه على جناح الهيئه وجناح هيئه قصور الثقافه وجناح المركز القومي للترجمه. عظيم. اللي عايزين ناكد عليه ان الهيئه بتدعم صغار الكتاب، عشان احنا عندنا مبدعين في كل المجالات. الناشئه من المبدعين، يعني مش عايز ان هم يزعلوا مننا، فيعني لا طبعا اللي لسه بادئين الكتابه طبعا، لكن عندهم الموهبه يعني. بالتاكيد. لان في سلسله عندنا اسمها كتابات جديده، كتابات جديده هو الكتاب الاول لكل كاتب. الهيئه بتدي له فرصه ان هو يعني تحتضنه
وفي نفس الوقت بينطلق، اما بقى بينشر في الهيئه مره ثانيه او بينشر في دور النشر يعني هو بيدي لكم الهيئه ومعاه الكتاب اللي هو كتبه بالتاكيد يعرضوا عليكم، لان هو النشر في الهيئه بيخضع لمجموعه من اللوائح والمعايير، لكن الاتاحه هنا للكاتب الاول له معيار ايضا، لكن احنا بنتيح ده اذا كان العمل يستحق ذلك. في بيوتنا وفي بيوت أهالينا هنلاقي كتب من إصدارات الهيئة العامة للكتاب، ممكن تكون المجموعة الكاملة بقروش قليلة أقل من 100 قرش يمكن في الأجيال بتاعت جدودنا أو بتاعت أهالينا، فإحنا هنلاقي كتب بمكتبة الأسرة، هنلاقي برضو عندنا مجموعات كاملة بجنيهات قليلة. دلوقتي نتوقع أن احنا نلاقي مجموعات كاملة متاح ان الناس تشتريها، بس المجموعه كامله بشكل محترم وفاخر وطباعه كويسه مع وجود اسعار صعبه جدا للورق عالميا. طيب ممكن اقول مجموعه عناوين، يعني مثلا زي سلسله رؤيا احنا بنصدرها بالتعاون مع وزاره الاوقاف. الكتاب لا يتجاوز سعره 5 جنيه، تمام، ومطبوع طباعه جيده، يعني بلغات مختلفه، بلغات مختلفه، باللغه العربيه وبلغات مختلفه. في قصص يعني للاطفال بتطبع بلغات غير اللغه العربيه، غير اللغه العربيه، تمام. وان شاء الله ده هنحتفي بيه في معرض القناه الدولي للكتاب ان شاء الله. 150 اصدار من سلسله رؤيه، منها للغات كتيره، منها الانجليزيه والالمانيه والفرنسيه والروسيه وغيرها. لكن فكره ان يبقى فيه كتاب بسعر مناسب ولكن ايضا بطباعه جيده، مش معنى ان الكتاب رخيص الثمن ان الكتاب الطبعه بتاعته ما تبقاش ملائمه للذوق العام. وانا عارف دلوقتي ان الهويه البصريه بقت مهمه جدا بالنسبه للناس، وفكره ان الجوده لابد ان تكون مقترنه بالمضمون ايضا. طب ده عظيم جدا. تسهيلات الدخول بقى بالنسبه للقراء والزوار، دخول المعرض اولا حجز التذكره على المنصه الالكترونيه، وده مش اول سنه، احنا بنتكلم على السنه الثالثه، طورناها وسهلناها اكتر. عندنا مبادره لدعم قادرون باختلاف، تمام، انهم هيكونوا موجودين معانا ان شاء الله هذه السنه مجانا هم والمرافق ليهم. هيبقى في تسهيل لدخول الرحلات المدرسيه والرحلات الجامعيه للمعرض ان شاء الله. بتحتاج تنسيق قبلها؟ بيحتاج تنسيق قبلها، وفي رقم واتساب هو بيتواصل معاه وبيتم التسجيل على المنصه وبيتم استقبال الرحله وتسهيل الدخول للطلاب سواء كانوا تلاميذ او طلاب جامعات ان شاء الله. عندنا مبادرات كتير في المعرض ان شاء الله السنه دي. كنت بتسالني كمان عن الجديد، مش بس من الكتب. حياة كريمة موجودة معنا، مبادرة دوي المجلس القومي للمرأة، مبادرة وعي وزارة التضامن الاجتماعي هتكون موجودة إن شاء الله معنا، بالإضافة لمبادرات من الجامعات. إحنا عندنا جامعة حلوان هتعمل معنا مبادرة ارسم المعرض، كلية الفنون التطبيقية هتيجي الطلبة بتوعها يرسموا المعرض ويعملوا توثيق لرحلات رسم حر، وإن شاء الله نحتفي برسوماتهم وتبقى رسومات توثيقية ليهم. كمان في مسابقة لوزارة التعليم العالي وإن شاء الله يعلن عن الفائز فيها في جناح الأزهر، عن المحتوى، يعني صناعة محتوى رقمي من طلبة الجامعات وطلبة المدارس، والمحتوى ده يكون بيعبر عن الهوية المصرية وبيعبر عن ازاي ممكن نواجه التطرف والافكار غير الوسطيه. ورقمي بحيث رقم. ان هو ما نبقاش مقيدين بوزن الكتاب او بشكل خالص الكتاب. هم هيعملوا محتوى رقمي يدخلوا بيه لعالم صناعه المحتوى. وهنكرمهم ان شاء الله في المعرض ان شاء الله. عظيم. زي ما حضرتك قلت ان احنا بعد فتره يكون عندنا تقنيه الميتافيرس ونقدر احنا يعني نتجول في المعرض واحنا قاعدين في بيوتنا. طبعا هيكون في بث مباشر لفعاليات المعرض على صفحه المعرض الرسميه على الفيسبوك او على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه؟ هو طبعا احنا عندنا صفحه للسوشيال ميديا على للمعرض، لكن احنا بنعمل دلوقتي صفحه يوتيوب جديده للمعرض ان شاء الله هنحط فيها، وعلى مدار السنه الفعاليات الثقافيه والفنيه اللي تمت خلال المعرض، والندوات كمان اللي مهم، ده نوع من التوثيق طبعا. وفي استوديو كمان هيبقى موجود للمعرض، هنعمل فيه لقاءات مع كل الكتاب والمفكرين والرموز اللي موجودين معانا ان شاء الله، ونحتفي بيهم لان هو ده الارشيف الحقيقي. بالتاكيد السنتين اللي فاتوا بعد كورونا كانوا يعني من الصعوبه ان احنا فقدنا فيهم كم كبير جدا من الرموز الفكريه والابداعيه المصريه، ودي ثروه حقيقيه لابد ان احنا ننتبه اليها. هنشوف السنة دي زي ما احنا متعودين في كتير من السنوات ناس جايين بشنط سفر فاضية علشان يملوها بكتب وهم خارجين يقدروا يشيلوها. هل الأسعار هتكون، برغم ان حضرتك أكدت أكتر من مرة ولكن خلينا نعيد التأكيد ونشجع الناس عشان تعرف تيجي، الأسعار هتبقى مناسبة وإن شاء الله هيبقى في إمكانية في الاختلاف ما بين الناشرين يؤدي لمزيد من التنافسية؟ إن شاء الله.
احنا بنعد ان في كتير جدا من المبادرات اللي هتتم فيها تخفيض للكتب اسعار مناسبه. فكره ان في شنط بتمشي والناس بتشيلها ده عادات وتقاليد المعرض، والعادات والتقاليد شيء راسخ مش ممكن يتغير بسهوله. طيب المبادرات الخاصه بالمراه هيكون شكلها عامل ازاي في المعرض؟ هل هيكون في ندوات؟ مين هيكون حاضر في مثل هذه المبادرات؟ هي ندوه بيقوم بيها المركز القومي للمراه معانا في مبادره دوي، وبيدعو ليها مجموعه من المفكرين اللي هم بيقدروا يشرحوا كويس جدا المبادره دي، بالاضافه الى اهتمام المعرض في البرنامج الثقافي بالادب النسوي والكتابات النسويه. احنا عندنا ندوتين عن الادب النسوي موجودين، وبنستقبل فيهم كاتبات ومبدعات من مصر ومن الوطن العربي كله بيتكلموا عن ادب المراه. والحقيقه يعني لما بنيجي نتكلم عن ده مش بنتكلم لان ده يعني شكل جديد من مظاهر الحداثه. حضرتك بتتكلم عن ثقافه مصريه كانت المراه فيها طوال الوقت هي الشريك الحقيقي والبني الحقيقي. فكره المراه في الحضاره المصريه، لما باجي اتكلم عن المراه انا بتكلم عن ايزيس مثلا. هذه المرأة المصانة التي تعلمت، انت بتكلم عن حضارة امتلكت 23 امرأة حكمت مصر. لما بنيجي نشوف مفيش حضارة في الإنسانية عندها هذا الرقم، من اول حتشبسوت لحد شجر الدر. عدد ثلاث قاعات موجودين هيكون فيهم ندوات، وحضرتك صلح لي لو الارقام غلط. خمس قاعات. في اليوم الواحد كام ندوة بتقام في القاعة الواحدة؟ تقريبا ما بين 20 لـ25 ندوة. طيب عدد مهول ما شاء الله من الفعاليات ومن الندوات. مش عارفة أقول لك بقى، هتعرف تقول لنا أبرز الضيوف اللي ممكن يكونوا موجودين في هذا الكم على مدار الأيام كلها؟ إن شاء الله هيبقى عندنا مجموعة من أهم الفائزين بالجوائز العربية والجوائز العالمية في مجال الرواية، في مجال السرد. عندنا لقاءات فكرية مع مفكرين وضيوف مصريين وكمان ضيوف عرب. أنا مش عايز أتكلم عن الأسماء، لأن دايما في فكرة الأسماء أنا شايف أن كلهم قامات. يعني كل اللي موجودين معانا خلال 500 فعالية، يعني لو اتكلمت ان متوسط الفعالية الواحدة 3 ضيوف، يعني انا بتكلم في حوالي 1500 ضيف. فبالتالي كل القامات الفكرية ان شاء الله هتكون موجودة. عندنا كتاب من دول أجنبية ايضا، من النرويج، من المجر، من الدومينيكان، من روسيا، من فرنسا، من يعني عدد كبير جدا من الدول، حتى من الدول الآسيوية موجودين معانا ومن الدول الأفريقية كالعادة، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والمفكرين اللي موجودين في محور ضيف الشرف اللي هيكون موجودين في المحور اللي بتنظمه الأردن إن شاء الله. عظيم. جدول الفعاليات وجدول الندوات هل هو معلن؟ يعني في حد حابب إن هو يروح مش هيدخل على الأجنحة ويشتري كتب، حابب يشارك مثلا في ندوة أو حتى يستمع مش كمشارك، هل ده معلن؟ الجدول بيبقى مطبوع مع بداية أول يوم في المعرض، والناس بقت الحمد لله بدأت تعرف أماكن الندوات خلاص من خلال الاستمرار لزيارة المعرض. لكن إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم هنبدأ نعلن يوم بيوم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمعرض، علشان كمان الناس تبقى يعني شايفة. اللي ما يقدرش يقرأ ورقي هيقدر يقرأ إلكتروني والعكس. عظيم ان شاء الله. عظيم جدا. كل التوفيق لحضرتك طبعا في اول نسخه من المعرض. طبعا بالتاكيد المهمه صعبه، لكن بالتاكيد حضرتك قدها. بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب. شكرا جزيلا ليك يا فندم.